كرام، السلام عليكم، معكم الشيف عباس البخاري. كنتمنى ان شاء الله كلشي يكون مزيان وصحه جيده، وكيف كتمنوا ان شاء الله في الحياه ديالكم. المره عندي واحد الوصفه ديال طارت ديال التفاح، كتطلع رائعه بزاف. كنتمنى ان شاء الله تجربوها، وفي كيسميتو على حسب المول غادي نعمل لكم واحد المول ديال الكيك. يعني اللي ما عندوش المول ديال لي طارت ديال التفاح غادي تشوفوا الطريقه كيفاش غادي نعمل ليه، وغادي تعجبكم الطريقه بزاف. واللي عنده المول ديال لي طارت ديال التفاح يمكن له يعمل المول عادي. وكنتمنى ان شاء الله تراقبوا هذه الحلقه مزيان، وقد تمشوا يعني بالتركيز. كنهضر مع المبتدئين اللي كي داخل هذا المجال هذا، وكاينين الناس الله يجازيهم الخير راه كيتابعوني، وكنتمنى ان شاء الله ما نخذل لهم حتى شي حاجه، والخير مازال قدامي ان شاء الله. غير انا بعض المره كنتاخر على حسب كل مره وكيفاش. ان شاء الله انا فوقاش ما لقيت وقيته راه كنخطف لكم شي حاجه، وانا ديما معكم ان شاء الله. وشكرا لكم، يلا ندوزو للوصفه ديال الحلقه ديال اليوم ان شاء الله. وهذه الوصفه ديال الحلقه ديالنا ديال اليوم. كما كتلاحظوا عندي هنايا هاد لاباط ديال لاباط سابلي. يعني هاد العجينه كاين الاخر الرابط ديالها في صندوق الوصف، وعندي هنايا كريم باتيسري حتى هو الرابط ديالو في صندوق الوصف، غادي نخلي لكم تما. وكيسميتو وعندي شويه ديال الدقيق باش غادي نطلق. هادو هما الحوايج اللي غادي يخصونا، وغادي يخصونا شي تفاحات بحال هكا. يمكن لكم تعملوا هاد التفاح الاحمر او التفاح الصفر اللي عجبكم. كيسميتو عندي هاد، انا غادي نعمل هاد لاطار ديال التفاح، غادي نعملها في هاد المول كما كتلاحظوا. علاش عملت هذا؟ لحقاش المول ديال الصابلي ديال لاطارت ديال لي طار ديال التفاح وديال اي حاجه راهم في المحل، وهنا في المنزل عندي هادي. وغادي نعطيكم طريقه كيفاش اللي عنده بحال هادي يستعملها، يعني سهله ماشي غادي. ملي غادي نبغيو نعملو العجينه غادي نحيدو هاد الكيسميتو، غتبقى غير الكيسميتو القاع ديالها، غادي تجي سهله. وكما كتلاحظوا يعني تعجب انا العجينه راه ما غاديش نعملها كامله، يعني كنعملها في الثلاجه فوقاش ما بغيتها كنجبد منها ونخدم. يعني راه عطيت لكم كيسميتو الطريقه ديالها في الفيديو، غادي تلقاوه في صندوق الوصف. ودابا ان شاء الله غادي نشوفوا الطريقه والعمل ديال هاد لاطارت هادي ان شاء الله. يلا على بركه الله. والحوايج اللي غادي يخصونا، غادي يخصونا مدلك، كاين اللي سامبل وكاين اللي كي شويه مجموع من هنا ومن هنا، وكتلقى الوسط ديالو خارج شويه، يعني هذا كيساعد العجينه كيخرجها من الوسط. وهذا اللي سامبل كيديها مقاده. وغادي خصنا باش غادي نتقبوها الا كانت الشوكه بحال هكا، هذا الكسميتو هذا البيكيت. وكاين اللي ما عندوش يعمل الفورشيت يتقبو. دابا غادي ندوزو لطريقه التحضير. كما كتلاحظوا غادي نستعمل من هذا الربع، وهذا غادي نردو الثلاجه ان شاء الله. هانتوما غادي نستعملو البافي أو شي ميكا، يعني إذا كانت بحال هكا لاطارت غتعورها غادي تجي يعني شايطة من هنا ومن هنا، راه مزيان. غتعملوها يعني غير نص ديال الورقة، يعني ورقة وحدة غادي تتقطع على جوج، لكن هادي مغاديش تجيني سميشان. كنعبرو بهاد الطريقة
هكا ونشدها مزيان هنا باش نشوف شحال غيشيط لي هنا وشحال غيشيط لي هنا. يعني غادي تجي لحقاش انا ما غاديش نطلع العجينه الفوق، يعني حداه هنايا ما غاديش نطلعها. وهنا يعني يمكن لكم تعملوا ورقه واحده على حسب الاقتصاد وصافي. بحال هكا نعملوا العجين باش تساعد شي شويه تمشي. هنا غادي نزيدو عليها ورقه ثانيه، يعني كنوري لكم الطريقه اللي هي تجي سهله وما غاديش تدي لكم الوقت بزاف وبلا ما نستعملوا الدقيق بزاف. هانتوما يعني كيف ما بغا يكون المول كبير ولا متوسط ولا كيف ما بغا يكون، نو غادي تجيكم سهله. النص لهيه والنص لهنا، ماشي نبداو من هنا ونمشيو ليها، لا النص نمشيو هاك والنص رجعو للوراء. هانتوما النص ليها للأمام ولهنايا للوراء، بقا تمشيو شويه بشويه حتى تجي على حسب الرق اللي بغيتيها وتجي على حسب الدور ديال المول. هنايا مازال خاصها وهانتوما دابا ملي استعملنا يعني هذا المطلق هذا سامبل، يعني كيجيب الحاجه مقاده. الا كان عندك البابي بحال هكا، الا ما كانش البابي خص يكون عندك هذا اللي هو كتلقاه عامر شويه من هنا وناقص شويه من هنا ومن هنا باش كيبقى يخرج لك العجينه كدور هكا وتخرج ليها باش يخرج لك العجينه. الا ما كانش عندك الاخر عامل هاد الطبله ديريكت. ودابا ان شاء الله هانتوما هذا هو الرق اللي بغينا، يعني مرقع. يعني دابا نوريكم شحال كيسميتو في واحد المورسو ديالو، انا غادي نوري لكم دابا النت. هانتوما الرق ديالو يعني ما خصوش يكون غلاف. دابا هنايا كما كتلاحظوا دابا غادي هي كتجي يعني كبيره، يمكن لي نعملها غير هنا ونقطع الباندات على حسب اللي غادي نلصق هنا، يعني بزاف ديال الحوايج. دابا غادي نزول ليها هاد السيركيله وغادي تبقى غير هادي، غادي نقطع العجينه على هادي. هنا غادي نعمل ليها الطريقه بحال هكا، يعني واخا كبيره واخا يعني ماشي ما تخافش منها، يعني على حسب اتساع فين غادي تجي العجينه. هانتوما غادي نعمل ليها الطريقه، يعني كتجي سهله ما تخافو حتى من شي حاجه. نزولو هاد البابي هذيك الساعه غادي نمشيو معها مثلا بالموش ولا شي حاجه، اي حاجه يمكن لكم تقطعوا بها بحال هكا.
عندي طريقة سهلة ماشي صعيبة ولا شي حاجة. هي ناضية كما كتشوف دابا بحال هكا مثلا، غادي نحطها العجينة فتية بزاف، وهنا غادي نستعمل نتقبها بهذه الطريقة. هانتوما باش طيب لينا، لحقاش غادي نعمرها ديريكت. هانتوما ملي كتقبوها مزيان ما تخافوش بحال هكا. دابا هنا بحال هاد الجناب هادو، نشوفو الفرشيط بحال هكا، هاد الشوكة هادي مزيانة باش كتصلح لينا دوك الجوانب اللي كتلقاهم ما كيصلحوش بالبيكي. هي دابا واجده. دابا غادي نعمل ليها السيركيله ديالها انتما بهذه الطريقه. انتما ناضيه، وغادي نعمل ليها العجينه ديالها على باندات، غادي نوريكم. بحال دابا هاد الباندا هادي غادي نبقى ناخد انا شويه بشويه، ولا دابا هاد العجينه غادي يمكن لي غادي نعاود ليها في الاخر، في لحقاش كتلصق هاد المارمو كتلصق خصها دقيق. انتما بحال هكا غادي نهزو نعملو لاخر الباندا ديالنا. انتما بهذه الطريقة هنا كنعملو ليها هاد الباندا بهذه الطريقة بحال هكا. باش تجي في الدور ديالها تجي مقادة، ما تجيش طالعة بزاف هكا، وغادي نمشي معها كاملة ونولي معكم. وانتم من بعد ما ساليت ليها الدور ديالها كامل، يعني غير العجينة من هنا كنشد البندا وكنهز بهذه الطريقة، مثلا كنعمل ليها بهذه الطريقة بحال هكا، وكناخد البندا ديالي بحال هكا وكنلصقها، كتجي بطريقة سهلة. يعني هنا كانت كتلصق قبيلة لحقاش محطوطة على هاد المامو ديريكت، وما كاين لا دقيق لا والو. دابا غادي نجمع هاد العجين ديالنا، هانتوما بحال هكا. وهنا غادي نجيو بهاد الطريقة الفرشيط، يعني بحال هكا خصنا لابد نتقبوها مزيان بحال هكا من هنايا، باش ما تنفخش بزاف وتدفع الكريم لداخل. كنتمنى ان شاء الله تكون يعني فهمتوا الطريقه ديالها مزيان. هنا ونمشي مع الطريقه بحال هكا عاوتاني. وهنا حاجه اخرى، هنا غادي نقطعوا ليها شي شويه، يعني ما تكونش طالعه بزاف بحال هكا، غادي ننقص منها واحد شويه بحال هكا، يعني باش نجيب ليها الدور ديالها مقاد نيشان بحال هكا، يعني على حسب العمارة ديال الكريم اللي غادي نستعمل. يعني كتجي هكا، كنوريكم انا الطريقة اللي هي ساهلة ما كتلقاش صعوبات فيها. وهنا غادي نزولو العجينة اللي كاين الفوق بحال هكا، وغادي نولي معكم.
وهانتوما هي ولات يعني ما طالعش بزاف، تقريبا ما كملش العرض ديال الصبع، يعني بحال الصبع الصغير يعني تجي نيشان معاه بحال هكا. هانتوما كما كتلاحظوا هنا كتجي مقاده مزيان. هذه الواحد اللي ما عندوش بحال هذه، يعني بحال هذه كيف كتشوفوا هاد لاطارت هادو، يعني كتكون بحال هذه كتكون كبيره قد هكا، ولا كبيره عليها شويه ولا صغيره، يعني على حسب. كيكون عاود عندها القاع ديالها كيتزول كتدفعها من تحت كتطلع. دابا نعمل لكم شي نهار حلقه ديالها ان شاء الله باش تعرفوها وتشوفوا. اللي ما عارفهاش نهضر مع المبتدئين، اللي ما عارفش، ما اللي عارف راه هذاك راه عارف، ما عندي ما نوريه. وبحال دابا هادي انا عملت لكم هادي، اللي ما عندوش بحال هادي كبيره، يعني عنده بحال هادي يخدم فيها لاطارت ديال التفاح ولا ديال البنان ولا اي، المهم اي حاجه. المهم دابا ان شاء الله غادي نعمرو كريم باتيسري وغادي نقطع التفاح ديالي. وانتم من بعد ما قطعنا التفاح ديالنا وعمرنا الكريم باتيسري هنايا في لابوش ديالنا هنا، وهنايا قطعت هنايا 4 ديال التفاحات، ماشي كبار بزاف ماشي صغار بزاف، يعني متوسطين. وهنا كما كتلاحظوا هذا هو التقطع اللي خصو يكون، ما خصوش يكون غليظ بزاف ولا يكون رقيق بزاف. وهذه علاش ما قطعتهاش، هذه باش نوريكم التفاح اللي كتاكلو يعني بالقشور ديالو، وحتى يعني ديما خص الحاجه ملي تجي تاكلها حيد القشور ديالو، لحقاش هذا بحال سيرتو هذا اللي كتلقاه كيبري، هذا اللي كيبري راه كيضربوه بالشمع، داك الشمع كيعملوه في كسميتو في الاخر ديال واحد الكومبريسور كيبقى يضربو به التفاح باش يبقى بريو وما كيكشفش الوجه ديالو. هنا هانتوما غادي نعطيكم الدليل، كتشدو غير موس بحال هكا وكتبقى تكرط، ها هو راه هذا كرطو كامل وعاد قطعتو هانتوما باش نخلي هذيك الحموريه كتبان. شوفوا شدوا اي تفاحه عملوا ليها بهذه الطريقه بحال هكا وغادي تعرفوا هذا كله شمع. اللي كياكل تفاح ولا مقاس كاع الحاجه اللي كتشوفها كتبري هذاك راه مضروب بالشمع. وهنايا الانسان ما كيعلمش ما كيوصيش ما كيقولش بانما ما كيعملش واحد اللائحه بانما التفاحه شنو عنده ولا هذه شنو عندها، يعني باش الانسان كيعرف شنو كياكل، ما خصهم غير الفلوس الطحان وصافي. ها انتم كتشوفوا الشمع، هذا كله شمع. وكنتمنى ان شاء الله تكون فاتكم هذه الفائده هذه. ودابا ان شاء الله غادي نعمر هاد لاطار ديالي، خص لاندويت يكون غير صغير ما يكونش كبير بزاف، غير متوسط بحال هكا ونمشي معاه، كيجي ساهل. كنزيد شويه على هذا الطرف هذا على حسب العجينه باش تجي مشدوده، يعني ما عالياش هي العجينه، ولكن انا كنضرب كندخل شويه داخل لابوش، ماشي كنجيبها غلايضه فوق منها يعني مسرحه، لا يعني باش هذه الكميه هذه خصني نجيبها معاه نيشان وصافي. راه عملت هنايا السيترو ديال الحليب لهذا الكريم باتيسري كما كتلاحظوا، السيترو جات معاه نيشان، وهذا المول هذا فيه 25 سنتيم. بقا تشدو المول ديالكم بقا تعبروه من هنايا بحال هكا بالمترو، هانتوما هنا كنعبرو بالمترو هانتوما 25 سنتيم.
وهنا غادي ناخذ التفاح ديالنا بحال هكا بهذه الطريقه بحال هكا. لا ديما هاد الحاشيه اللي كتكون بحال هكا خصها تكون الفوق ما تكونش لتحت باش كتعطي المنظر ديالها. بحال هكا غادي نمشيو معاه كامل بهذه الطريقه وغادي نولي معكم ان شاء الله باش ما نطولش عليكم فيديو بزاف. هانتوما لاطار ديالنا هي واجده ان شاء الله غادي نمشيو نطيبها. غادي نطيبها في 160 165 غادي نخليها باش طيب على خاطرها باش طيب من الداخل ماشي نطلع عليها الحراره يعني دغيا تشوطها. لا نخليها 160 165 فاش طيبوها وتخليوها طيب على خاطرها. ملي غادي تشوفها بدات كتحمر شي شويه من الفوق الصلاه على النبي. دابا غادي نمشي نطيبها ونولي معكم ان شاء الله. وهانتوما لاطار ديالنا من بعد ما طابت طابت وخليتها حتى بردت مزيان عاد جبتها وما خصناش يعني ديريكت سخونه الكسميتو. هنا غادي نحاول نحيد هاد الجناب باش ما نزول انا غير بشويه باش ما نضيعهاش وما نطولش الفيديو عليكم. وهي من بعد ما حيدت ليها داك الكسميتو يعني ما خصكمش تحلوها ديريكت باش ما تلحقاش هاد الكريم باتيسري كيلصق. خصكم ضروري تحاولوا مع غياب شويه وحاولوا ما تخبشوش اللاطا هاد الكسميتو. دابا غادي نشوفو بسم الله. هانتوما لاباط طايبه مزيان كما كتلاحظوا ياك عملت كلشي خضر ماشي كنطيب النص ديالها وعادي يمكن يعني ديريكت. هي العافيه كي خصها تكون مهيله بحال كطيب الكيك يعني خص تكون ناقصه العافيه باش طيب مزيان من الداخل. دابا ان شاء الله غادي نجيب شويه ديال المربى ولا باش ندهنوها. انا كما كتلاحظوا انا جايب المربى يعني ولكن بغيتو نتوما انا باغي نعمل المربى نتوما عملوا كي سميتو الناباج ولا اي حاجه حبيتوها. انا داك الناباج ما كي صراحه ما كيعجبنيش كيجيب ديك الحلاوه ديالو. انا كيعجبني الاغلبيه كتعجبني المربى بزاف التاليه ديال المشمش كتعطي واحد اللوغو. ممكن لكم تاخذوا اي حاجه وتعملوا ليها المذاق ديال التفاح ولا شي حاجه. المهم داكشي كيبقى اختياري ما نقدرش نقول لكم. المهم انا عطيت لكم طريقه كيفاش تعملوا وتجيكم لاطارت سهله ما فيهاش تعب ما والو كما كتلاحظوا. وكنتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم وما تنساوش الاشتراك اللي ما مشتركش والبارتاج مع الاصدقاء وتعملوا لايك للفيديو. انتم غير بالراس ديال الشتاء يمكن لينا ندهنوا هاد لاطارت باش ما نضيعوش التفاح ديالنا لحقاش مازال ما شادش مزيان يقدر تضيعو. الا كانت شي ضربه ماشي هي هذيك راه غادي تضيعو. خصها بالراس ديال الشتاء وبالمهن بحال هكا ونمشيو معاه شويه بشويه حتى نساليو الطريقه ديالو باش يطلع المنظر ديالو زين. دابا كنتمنى ان شاء الله تشوفوا مزيان كيفاش غادي نعمل ليها يعني مازال في الاخر في القاع ديال المول. هنا غادي نجيب واحد دايت رومين بحال هادي ديال لاطارت وغادي نعملو بهاد الطريقة هادي لحقاش راه ملاصقاش من التحت. هانتوما يمكن لينا نهزوها بهاد الطريقة المول ديالها. دابا ان شاء الله غادي نقطعو شي طريف ان شاء الله تشوفوه. دابا بسم الله على بركة الله نبداو من الوسط ونمشيو معها بهذه الطريقة.
زولوا واحد الطرف، يمكن لكم تقطعوها يعني تخرجوا فيها 12، يمكن تخرجوا فيها يعني لغيتو تصغروها على حسب الاشخاص اللي عندكم، تصغروها ماشي مشكل. دابا غادي نقطع انا على حسب، انا غير على حسب الطرف اللي بغيت نوريكم، وديك الساعة هما يتكلفوا بها انتما. كنتمنى ان شاء الله تبان لكم مزيان وتشوفوا كيفاش طالعه لاباط طايبه مزيان، وكيسميتو انتما يعني فتيه بزاف لاباط. وهادشي اللي كان، كنتمنى ان شاء الله تبقى تراقبوا جميع الوصفات، كنعطيكم وصفات رائعة، وكنتمنى إن شاء الله تستافدوا منها كما بعض الإخوان وبعض الأخوات كيستافدوا. كنتمنى يستافدوا الكل، وشكرا لكم على المتابعة، وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.